فالمفروض ان في واقع الهزائم اللي بتحصل للامه المفروض ان احنا نلاقي الناس كلهم بتشبهوا بامريكا، نعم شباب اسرائيل، بتشبهوا بالغرب، نعم لكن في العكس بنلاقي ان الناس بترجع بتعود هويتها الى الدين. هو بينتقد هذه الهويه، بينتقد هذه الهوية، رجوع الناس الى الدين، وبيقول ان ده حاجه فرضتها الهزائم النفسيه، طب او الهزائم اللي حصلت في واقع الناس. اسمح لي اسالك سؤال، يعني تفضل. هذه الهزائم التي حدثت في واقع الناس، من المسؤول عنها؟ هل هؤلاء المشايخ؟ هل هؤلاء المتدينون؟ لا، الانسان نفسه. الانسان نفسه، ثم من؟ معلش يعني اسمح لي اقول لك، ثم لان هناك بعد عن الدين، هناك ضعف ايمان، كل ده بيأثر على الانسان. ان كنت والله تقصد لو الانسان قريب جدا من ربنا وواثق جدا في قدره الله سبحانه وتعالى انه هيحقق له كل اللي هو عايزه، بس يكون عنده ثقه بالله كبيره، لانصلحها للمسلمين. هي في نقطه، ان كنا بنتحدث عن هزائم سياسيه فدي احنا لا لسنا نحن اهل السياسه، مش نعم احنا المسؤولين نعم عنها، يعني نعم مش احنا اللي عملناها. وان كان عن هزائم اقتصاديه احنا برضو مش اهل الله، احنا ناس نعم قاعدين وبتحدث الكوارث يعني لا نعلم من اين تحل علينا. لكن القضيه كلها فين؟ ان هو بيقول ان الناس بتفر من الهزائم، حقيقه ان ده خلاف علم الاجتماع المتفق عليه، ان الانسان لما بينهزم دائما بتذوب هويته في هويه اللي انتصر عليه او اللي هزمه يعني. لكن احنا عندنا الامه الاسلاميه تحديدا لها خاصيه غريبه، ان الامه دي بترجع الى ثوابتها. ليه يا استاذ محمد؟ هذه الامه مسلمه على كتاب الله وسنه رسول الله من 1400 سنه. نعم. مرحله العلمانه في حياتنا مش اكتر من 200 سنه او 150 سنه. مرحلة التغريب والعلمنة لا تساوي 100 أو 150 سنة. فبالتالي لما يحدث إلى انكسار زوال. إلى زوال. لا، إلى لما زوال يحدث إن شاء الله. انكسار طبيعي إن الأمة ترجع لمجراها. نعم. الطبيعي طبيعي إنها نعم ترجع لتاريخها، نعم، لثقافتها، لبنيتها. التدين مغروس في أعماق النفس المصرية تحديدا. الناس اللي بقى لها 1400 سنة مش ممكن تغيرهم في 50 سنة. ولما ينهزم المشروع العلماني أو المشروع الغير إسلامي لابد ان الناس تفقد الثقه فيه وترجع الى اصلها والى هويتها. فانت عامل زي انسان كده يعني غفل، نعم، يعني لحظات قليله ثم عاد الى وعيه. نعم. هو ده واقع الناس. اما كون بقى ان احنا بنقول ان التدين ده شكلي، في حقيقة انا لا ادري مين اللي قسم التدين احنا لشكلي. انا مش عايز اقف عنده كتير حقيقي، نعم، يعني لانه ما كده هيضيع وقتنا. نعم. ولكن عايز ارجع للنقطه، ازاي اقدر احصن نفسي واقدر احصن الفرد بقى من تلك الافكار الهدامه. نعم. كل يوم بتطلع لنا على الفضائيات وعلى النت وعلى المواقع حاجات غريبه جدا، ازاي اقدر احمي نفسي ونحمي ابنائنا وشبابنا من هذه الافكار؟ احنا زي ما قلنا احنا استطردنا، قلنا سببين، فاضل تقريبا بعد احنا قلنا ان حمايه النفس بتبدا النفس طبعا، وده كلام قاله السلف موجود في بطون الكتب من قديم، يعني احنا بنعيد طرحه بس باللغه العصريه للناس تفهمها، ان اي انسان بيتعرض ليه مشكلتين في اول حاجه مشكله الشبهات، يدخل على مواقع تنصيرية، مواقع شيعة، مواقع إلحادية، مواقع علمانية، يدخل على المواقع هكذا. نعم. فده لابد ليه ان يكون عنده علم شرعي او يعرف الطريق الى العلم الشرعي، لان انت عندك مشكلة كبيرة ده جدا. ده وصلت لي النقطة خطيرة جدا، وهي زعزعة الوحدة الوطنية. ده كمان الافكار دي فعلا بتؤثر على الوحدة الوطنية، واخواننا المسيحيين بيزعلوا، ويعني مش عايز ادخل في حاجات اخرى ممكن تودي بينا يعني، ولكن فعلا هناك افكار هدامة مثل مشكلات التنصير اللي حضرتك. هضرب لحضرتك يعني ربما يعني احنا الجزء الاكبر في موقعنا اللي هو المرصد متخصص لقضية التنصير، يعني لان قضية التنصير دي اولا منذ قديم الازل معروف عن الكنيسه المصريه انها ليس لها علاقه بالتنصير. نعم. منذ قديم الازل يعني، نعم، هذه الكنيسه لم تم، بل بالعكس كانت دائما هي المفعول بها. نعم. يعني هقول لك حاجه، بس انت بتسمع الان الخط الهمايوني والاقباط يطلعوا يشتكوا، ويطلع بعض الناس يعني الله اعلم بنيتهم، كانت نيتهم حسنه وفهمهم خاطئ، او نيتهم سيئه وفهمهم خاطئ ايضا، يقول ان احنا بنحكم بالخط الهمايوني من كام الف سنه. انت عارف هو الخط الهمايوني ده طلب قدمته الكنيسه المصريه للباب العالي والخليفة وقتها بالطالب بتقييد بناء الكنائس بحسب عدد الطائفة. نعم. لأن التيار البروتستانتي الإنجيلي أو التيار الكاثوليكي كان مدعوم ماليا من جهات خارجية، فبالتالي كان بيدخل ويبني كنائس في مصر أكبر من احتياجاته، وبيستغل بوجود هذه الكنائس أن يجعلها منارات لتبشير الطائفة الأرثوذكسية القبطية أنها تدخل في الإنجليين. فالأرثوذكس انزعجوا، يعني يكون مثلا الأرثوذكس عنده مثلا 100 كنيسة وهو مثلا 2 مليون، وفجأة أن البروتستانت عندهم 100 كنيسة وهم مثلا
ألف واحد، فبدأ نعم يطلب من الخليفة إن يحدد يقيد بناء الكنائس بحسب أعداد الطواف عشان الغزو الإنجيلي أو البروتستانتي اللي كان بيغزوه. لكن لما انتهى، لما حصل بقى إن بدأ التيار المدعوم من الغرب نعم اللي هو أو التيار الصهيونية المسيحية تدخل وتبدأ تحاول تمارس خطة قديمة اسمها خطة التفتيت. طب قبل ما ندخل على الخطة، اتفضل. احنا معانا اتصال. احمد، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ محمد، اهلا بيك يا اخ احمد. كل سنه وانت طيب، وانت بالصحة والسلامة. اشكركم على البرنامج ده. انا كان بس يكرمك. ليا مداخلة بسيطة كنت عايز اوضح. نعم، ممكن بس تعلي صوتك شوية يا احمد؟ عوضت صوت التلفزيون، ثانية واحدة بس، صوت التلفزيون. ايوه يا استاذ محمد، اتفضل يا اخي. كنت بقول لحضرتك بالنسبة للانترنت، يعني يمكن الناس كلها بقت تاخد ثقافات دلوقتي من الانترنت، وحتى الطلبة من رابعة ابتدائي لغاية إلى ما شاء الله بيستخدموا الانترنت، وفعلا بيأثر بشكل كبير قوي في ثقافة الناس، وده باين في الشارع دلوقتي. حتى الالفاظ كالفاظ، كسلبيات كايجابيات، احنا بنشوفها على الانترنت. حتى صوره ممكن تاثر في شخصيه حد او معتقداته حتى. بس انا نعم كان كنت بتكلم في نقطه، في سلبيه برضو من السلبيات اللي هو الزواج على الانترنت والكاميرات، كاميرات الشات واللي بيحصل فيها من مهازل. كنت عايز اعرف برضو راي استاذ خالد، بما انه ما برضو هي راجل كل دي من الم... ما هي دي كل كل دي افكار ومعتقدات بيتم ترويجها على الانترنت يا احمد، وسلع هدامه. هو هدفها الاول والاخير هو التاثير على الشاب وعلى معتقداته الدينيه. في حاجه تانية يا احمد؟ جزار الاتصال اتقطع. هو برضه كان بيتكلم عن الشباب، وزي ما قلنا في بدايه الحلقه، وترويج الافكار والسلع الهدامه على الانترنت. هو يعني ال ال يعني مش عارف، احنا نرجع للي كنا بنقوله وبعدين نجاوب ولا نجاوب؟ احنا نكمل طب موضوعنا وبعد كده نرجع نيجي. لاحمد. افتكر بقى انت حضرتك احمد، يعني حاضر فاكره كاتبه عندي. طيب، هي اللي زي ما قلت لحضرتك ان مصطلح زي مصطلح خط الهاميوني ده، مع وجود التيار الصهيوني المسيحي بدأ يحاول يغير في بنيه المجتمع المسيحي المصري، وبدأ حتى انت تجد يعني مثلا اللاهوتيين الكبار من الارثوذكس زي الاب ماتا المسكين، او بينتقد حتى، بيقول ان الفكر اللاهوتي المسيحي الموجود الان هو فكر بروتستانتي يرجع الى القرن ال 18 بتاع انسلم، اللي هو القس انسلم في بريطانيا. فبالتالي انت بقى عندك حتى تغير، حصل التغلغل داخل المجتمع، والتغلغل اللي حصل احدث تغير حتى في طريقه التفكير، اللي هو اللي احنا بنقول عليه اللي هو الغزو. حصل غزو داخل التيار المسيحي او الشعب، الكنيسة. الكنيسه المصريه. فبالتالي غيرت عندها مفاهيم كثيره جدا، حتى نجمت الاضطهاد كلها، نجمت كل الكلام ده كله هو نتاج الغزو البروتستانتي الانجيلي اللي حاول يستخدم الاقليه المسيحيه في مصر لتفتيت العالم الاسلامي. ودي نعم. خطه زي ما قلت لك قديمه، بتهدف الى تقسيم المقاسم وتجزئه المجزأ، بحيث ان تصبح بدل ما مصر دوله مساحتها مليون كيلو متر مربع وفيها نهر النيل بكذا وارض زراعيه كذا، في وحده بين جنسيه بين شعبها وفي تلاحم بين الناس عاشوا كده. عايز اقول لك ان ده في قوه خارجيه يهمها في الاول وفي الاخير زعزعه الامن المصري. ما هو انا بقول لحضرتك وزعزعه الوحده الوطنيه. الفكره بقى بتيجي في ايه؟ ان قبل ما ادخل، للفكره، انا معايا اتصال من الاخ وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ وليد. ازيك يا استاذ خالد؟ الله يبارك في حضرتك يا فندم. انا بس كنت عايز اتكلم في الموضوع بسرعه. الاول الصوت مسموع ان شاء الله؟ نعم، الصوت ان شاء الله الصوت واصل يعني. علي صوتك شويه، صوتك على الهواء، انت معانا اتفضل. طيب تمام. يعني انا عايز اسال سؤال بس يا استاذ خالد، بمناسبه الكلام على الحريات وبمناسبه الكلام على السماوات المفتوحه والقنوات المفتوحه، وان مساله الحجر دلوقتي ما عادتش يعني ذات معنى او ذات قيمه، صح؟ نعم، كلنا متفقين على كده، وان يعني الحجر ما عادش ليه معنى حاليا في زمن صحيح. كل خلاص حاجة ما فيش حد بالشكل ده. أوه. السؤال، ازاي يحدث حجر على حريه امراه ارادت ان تختار الاسلام بحريتها الكامله، وتمنع من ان تكون مسلمه في بلد مسلمه؟ كيف يحدث ذلك في زمن لم يعد للحجر فيه معنى؟ هل يعقل أن يكون الحجر على الإسلام في بلاد الإسلام؟ هل هذا يعقل؟ أختنا كاميليا شحاتة وغيرها من الأخوات اللي يسلموا ويتم إرجاعهم للكنيسة، هل هذا مقبول؟ يعني الناس كلها في حالة صدمة. إزاي إن إحنا في زمن ما عادش فيه للحجر معنى،
ويبقى الحجر على الإسلام في بلد إسلامية، شيء مخزي جدا. يعني الناس يعني مش عارفة تستوعب إزاي محاكم التفتيش رجعت تاني بعد 2000 سنة في بلد هي قلعة الإسلام. إزاي حكم الكنيسة رجع تاني، الحكم الديني للكنيسة اللي كان اختفى منذ العصور الوسطى في أوروبا رجع تاني وتعمل له أبديت في مصر. يعني أتمنى أسمع تعليق من حضرتك يا أستاذ خالد والأستاذ المقدم، لأن يعني بصراحة مستاءة جدا، ويعني في تجاهل إعلامي غريب لقضية الإنترنت كله بيتكلم عنها. صح. وشكرا. نعم شكرا يا أستاذ وليد. هو الأستاذ وليد هياخدنا لسكة تانية خالص، ولكن انت كده دخلتني على نقطة مهمة، عايز اتكلم على دور رؤية الإسلام الصحيحة للأديان الأخرى. هو هي انا مش شايف هي نفس السكة يعني، بس انت لو بس يعني خطوتين هنوصل لها، يعني نفس خطوتين هنوصل لها. فانا بقول لحضرتك ان الغزو البروتستانتي استغل، او التيار الصهيوني المسيحي اللي هو كان يعني ابرز الناس بتنظر اللي هو إدارة بوش السابقة والمناظرين بتاع صامويل هانتنجتون والعالم دول اللي هم بينظروا ان بيعتقدوا ان وجود اسرائيل في المنطقه هو ده اكبر ضمانه دينيه لنزول المسيح ولتحقيق النبوات الالفيه. نعم. فالتيار ده قدر ياثر بوسائل الغزو المفتوحه في الشعب المسيحي المصري. نعم. فاصبحنا نرى زي ما قلت لحضرتك اللاهوتيين الارثوذكس الكبار العظام زي متى المسكين وغيره بينتقدوا، بيقول لا حتى الفكر اللاهوتي الديني الشائع اصبح بروتستانتي مسيحي او صهيوني. ايضا فكره الاضطهاد زي ما الخط الهمايوني للارثوذكس هم اللي انشأوه، هم اللي بيهاجموه بدعوا انه بيضطهدهم. مثلا فكره الحجر على الحريات، يعني مثلا قبل ما ادخل على الحجر على الحريات، عشان كده هدخل على اجابه الاستاذ وليد، انا عايز بس اجاوب على الاستاذ احمد الاول بعد كده ادخل على الاستاذ وليد. فكان مش بيسال الاستاذ احمد، الاستاذ احمد كان بيتكلم على الانترنت وعن المعتقدات والسلع الهدامه اللي بتراجع على الانترنت في الفتره الاخيره. هو زي ما حضرتك قلت ان ما فيش، يعني احنا مش بنقول ضد الحجر، احنا بنقول ما حدش يعرف يعمل حجر. يعني انت لا تستطيع انك تعمل، انت يعني على راي واحد بيقول لي انا برضه عايز اقول للاستاذ احمد، انت اهم حاجه يكون عندك اساسك الدين ومعتقداتك يعني الدينيه. في شخص كان بيكلمني بيقول لي ان هو خايف على ابنه من الانترنت، ففصل الانترنت على البيت، فدخل على الولد الاوضه بتاعته لقى دخل على الانترنت من الموبايل. يعني مش خلاص ما فيش حاجه يعني يعني انت ممكن بعد كده تفتح يعني المطبخ تلاقي فيه انترنت، يعني خلاص ما بقاش مساله الحجر يستحيل. وده مش منهجنا اصلا قبل ما يكون في انترنت. يعني احنا منهج الاسلام دائما بيعتني ببناء الفرد المسلم على قاعده علميه صحيحه وعلى قاعده سلوكيه صحيحه تقي من الشهوات ومن الشبهات. فبالتالي الوازع النفسي، الوازع الشخصي الداخلي هو ده الحل. نعم. الحل ان تقول لابنك الصوره اللي حضرتك بتقول ان هي ممكن فعلا، انا في ناس ممكن تدمرهم صوره على الانترنت، لكن لما الشخص ده يعرف ان نظر الله إليه أسبق من نظر إلى الصورة، ويعلم أن العين التي يعني تمتلئ من الحرام قد تمتلئ يوم القيامة من جمر جهنم، أعتقد أن هذا الشخص لابد أن يفكر قبل أن ينظر. نعم. صحيح؟ نرجع للحجر بقى. نرجع للحجر. بس في حاجة. اتفضل. أنا شايف أن في حجر فعلا، ولكن على بعض المعتقدات السليمة، ولكن ليس هناك حجرا ما هو او حجرا على بعض الافكار الهدامه. ما هو ده بقى اللي احنا كنا بنقوله. ايه هو؟ احنا قلنا ان في خطه لتفتيت العالم الاسلامي، الهدف من هذه الخطه ان المجتمع، ان مثلا بدل ما اسرائيل هي دوله صغيره يعني سارقه حته كده صغيره من فلسطين، فبالتالي يصبح لا احنا ومصر دوله كبيره بمواردها، اسرائيل اللي تجد مساحه جويه مناسبه انها تتحلق بطائراتها، فيش موارد مائيه، فيش موارد زراعيه، دوله عايشه على المعونات الغربيه. نعم. يعني فبالتالي لا، ليه الدول الاسلاميه دي بمجرد في اي مواجهه عسكريه العدد يعني بالقوه الطبيعيه بتاعتها الموارد الطبيعيه ممكن تعتقد على اسرائيل والاسلحه مش هتنفعها. نعم. يعني اسرائيل النوويه اللي ممكن تستخدمها في مصر او في الاردن او في سوريا، ما تعرفش تستخدمها في دول حتى بيسموها دول الطوق يعني. فبالتالي اصبح المخطط الصهيوني المسيحي البروتستانتي ان هو تفتيت العالم الاسلامي. الصهيوني